بسم الله الرحمن الرحيم. Our lecture today is about the normals of the skin. The learning objective of this lecture is to recognize different normals of the skull: norma verticalis, norma occipitalis, norma frontalis, lateral, and basalis, and also to describe and list the structure seen in each norma. The skull as a whole may be viewed from different points, and the views so obtained are termed as norma. It may be examined from above, norma verticalis, from below, norma basalis, from the side, norma lateralis, behind, norma occipitalis, and from the front is norma frontalis. هذه طبعا النورما يعني الفيو، الفيو منظر، شلون نقول منظر خلفي، منظر امامي، منظر علوي، منظر سفلي، اوكي، منظر جانبي. فاذا شفنا السكال فروم اباف راح اقول عليها نورما فيرتيكاليس، فيرتكس من الفيرتكس يعني القمة. اذا باوعت لها من الانفيرير، من الجو يعني من الانفيرير بارت او الانفيرير اسبكت، راح اقول عليها نورما بيزاليس. اذا باوعت لها من اللاترال منها نورما لاتراليس. اذا باوعت لها فروم ذا فرونت من هذه المنطقة اقول نورما فرونتاليس. واذا باوعت لها من البوستيرير راح اقول عليها نورما اوكسيبيتاليس. هسه راح نشوف كل نورما وشنو من الستركتشرز اللي موجودة بيها. اوكي، when the skull is viewed from above, the outline presented varies greatly in different skulls. In some it is more or less oval, in other more nearly circular. يعني من نورما verticalis من باوع السكال، باوع هذه الفيو بالضبط، راح اشوفها تختلف. يعني قسم منها تكون more or less oval، مرات تكون بيضوية ومرات تكون circular، تعتمد على الاشخاص. البونز اللي راح اشوفها من اباوع السكال بهاي الفيو، ايش راح اشوف؟ راح اشوف اول شيء الفرونتال بون، هذا الفرونتال بون، راح اشوف التوبرايتال بونز، وراح اشوف الاوكسيبيتال بون. هذه البون اللي راح اشوفها بالنورما فيرتيكاليس. اوكي، السوتشرز اللي راح اشوفها، السوتشرز اللي راح اشوفها اكيد راح اشوف الكورونال سوتشر بتوين ذا فرونتال اند ذا توبرايتال بونز، هذا الكورونال سوتشر. راح اشوف الساجيتال سوتشر بتوين ذا توبرايتال بونز، وراح اشوف اللامدويد سوتشر بتوين ذا توبرايتال بونز اند ذا اوكسيبيتال بون. واضح؟ فهذه السوتشرز اللي راح اشوفها بالنورما فيرتيكاليس. Other structures seen in norma verticalis. This area is known as brigma. The brigma is a meeting point of the coronal and sagittal suture. مكان يلتقي به الكورونال سوتشر والساجيتال سوتشر اسميها the brigma. المنطقة الثانية اللي اشوفها هي البارايتال امننس، وهي الاريا اوف ماكسيمم كونفكسيتي اوف ذا بارايتال بون، المكان اللي اكثر تحدب به البارايتال بون اسميها البارايتال امننس. هذا المكان، هذا بالضبط، هذا المكان اللي بأكثر تحدب. اوكي، بعدين راح نجي نلقى منطقة اسميها الفيرتكس، هذه الفيرتكس اللي هي تقريبا صايرة بالميدل على الساجيتال سوتشر، على الساجيتال سوتشر وبالميدل، تقريبا بالميدل، واللي هي الماكسيمم بوينت اون ذا سكال، هي اعلى منطقه بالسكال، فيرتكس يعني القمه. اوكي، فاعلى منطقه بالسكال اسميها ذا فيرتكس، اند سيتويتد سيفرال سنتيمتر بيهايند ذا برجما، ورا البرجما. بعدين بيهايند ذير از ا فورامين، عندنا هذه البارايتال فورامين نسميها، وحده اثنين صايره على جانبي الساجيتال سوتشر اسميها البارايتال فورامين، سمول فورامين near the sagittal suture 2.5 to 4 cm in front of the lambda. اللمدة هذه هي، اللمدة هي مكان التقاء اللامدة suture بالساجيتال suture. اوكي، فهنا راح اشوف هذه البرايتال فورامين. بين البرايتال فورامين، هذه المنطقة اللي صايرة بين البرايتال فورامين اسميها the opilion. اوكي، هذا المكان اسميه الاوبليون، مكان اللي صاير بين البرايتال التو برايتال فورامين، الساجيتال سوتشر اسميها الاوبليون، تكون شوية فلات. وراها بوستيريا راح اشوف هذه اللمدة، واللي هي مكان الميتينج بوينت اوف ذا ساجيتال اند لامدويد سوتشر. اوكي، now we'll discuss norma occipitalis. when
The skull is viewed from behind. Okay, فهذه from behind أشوفها أسميها normal occipitalis. The bones seen are. البونز اللي راح أشوفها هو البرايتال بون، وراح أشوف الأوكسيبيتال بون، وراح أشوف التمبورال بون. هذا هو البرايتال بونز، وهذا الأوكسيبيتال بون، وهذا التمبورال بون. هذا الماسويد بروسيس، فهذا التمبورال بون. Okay. This is the parietal, this is occipital, and this is the mastoid. اللاندمارك أو structures اللي راح أشوفها، هذا الأحمر راح نشوفه اللي هو sagittal suture، قسم من عنده. راح أشوف هذا الأخضر اللي هو lambdoid suture. أشوف هذا الأصفر مكان التقاء sagittal بال lambdoid suture اللي أسميها the lambda. بعدين رقم واحد هذه external occipital protuberance. رقم اثنين أعلى منطقة بالإكسترنال أوكسيبيتال بروتيرانس is known as the انيون. Okay. وراها راح أشوف هذه الكريست رقم ثلاثة أسميها إكسترنال أوكسيبيتال كريست. رقم أربعة راح أشوف هذا اللاين اللي هو سوبريم أو هايست نكال لاين. عندنا 3 لاينز، واحد سوبريم هايست، واحد سوبيريور اللي هو هذا، وهذا الإنفيريور نكال لاين. فعندنا هايست أو سوبريم نكال لاين، superior and inferior knuckle line. Okay. بعدين يجينا هذا الماستويد بروسيس، والماستويد بروسيس بي طبعا نوتش ورا صايرة behind اسميها ماستويد نوتش، وبي فورامينا اسميها ماستويد فورامينا. Okay. فهذه راح اشوفها from behind او normal occipitalis. Other view is normofrontalis when the skull is viewed from the front. راح أشوف the following bones. First of all, this is the frontal bone, and this is the nasal bone. This is the vomer, and this is perpendicular plate of ethmoid bone. Inferior nasal concha. هذه رقم خمسة. رقم ستة راح يكون lacrimal bone. هذا lacrimal bone. Okay. رقم سبعة راح أشوف the greater wing of the sphenoid. يعني sphenoid bone. والزايجوماتيك بون، اوكي، وراح اشوف المكزيلاري بون، اوكي، واخر شيء هذا الماندبيلر او الماندبل، اوكي. هذه الاشياء اللي راح اشوفها او البونز اللي راح اشوفها from the front. هذه نفسها frontal bone, nasal bone, maxillary bone, zygomatic bone, mandible. هذا اللون البنفسجي اللي هو lacrimal bone، وهنا راح يكون the greater wing of the sphenoid، يعني sphenoid bone. السوتشرز اللي راح أشوفها بالfrontal view راح أشوف، طبعا سواني سوتشر بس عدد من عدها هذه اللي واضحة. هذا السوتشر يصير بين الفرونتال والنيزل أسميه frontonasal. هذا الأحمر هذا مكانه frontonasal سوتشر. أكو سوتشر صار بين التو بونز نيزل بونز اللي هو هذا رقم اثنين أسميه internasal سوتشر. رقم ثلاثة الأخضر هذا راح صاير بين الفرونتال وبين المكزيلاري فأسميه فرونتو مكزيلاري سوتشر. وبعدين عندنا هذا السوتشر رقم أربعة اللي صار بين الزايجوماتيك بون والتمبرال أسميه زايجوماتيك سوري والمكزيلا أسميه زايجوماتيكو مكزيلاري سوتشر. أوكي. زيجوماتيك ومكزيلاري سوتشر بين الزيجوماتيك بون والمكزيلا. راح اشوف فورامينين اللي هي سوبرا اوربيتال فورامينين الموجودة بالفرونتال بون او نوتش، مرات نسميها نوتش قلنا او مرات فورامينين حسب شكلها. اشوفها بالفرونتال بون سوبرا اوربيتال نوتش او فورامين. انفرا orbital foramen اللي موجودة بالمكزيلاري بون، okay. and the mental foramen اللي موجودة بالمانديبل. هذه الفورامينا اللي can be seen in the norma frontalis. Okay. سؤال يجي لك with are the foramina seen in norma frontalis؟ تقول له واحد supraorbital، اثنين infraorbital، وثلاثة المنتال foramen. بعد شنو أشوف؟ أشوف هذه المنطقة اللي صار بين السوبر سيلياري أرش، هذا السوبر سيلياري أرش مكان الحاجب. راح أشوف هذه المنطقة الخضراء اللي يسميها جلابيلي. أوكي.
راح أشوف هذه المنطقة اللي أسميها النيزيون، هذه أو هو مكان البريدج أوف ذا نوز أو روت أوف ذا نوز هذه. أوكي، راح أشوف هذه الأنتيريور، شوفوا هذا المكان، هذا اللي داخل الفومر، بس هاي اللي طالع لي برا هي أسميها أنتيريور نيزل سباين. أوكي، اللي بالداخل فومر، اللي طالع لي برا مثل الشوكة اللي هي أنتيريور نيزل سباين. وراح أشوف هذا المكان، هذا الخط الأسود اللي هو سيمفيسيس منتاي، مكان اتصال التو بارتس اوف ذا ماندبل بالنيونيتال لاف، راح يكون تو بارت، بعدين يصير بيناتهم فيوجن، فمكان الفيوجن راح يترك هذا الأثر اللي سميناه سيمفيسيس منتاي أو منتال سيمفيسيس. وراح أشوف هذا اللون الجوزي اللي هو منتال بروتيوبرنس أند تيوبريكلز، هذا المثلث جوه. فهذه الستركتشرز اللي كان بيسين النورما فرونتاليس. لاتراليس the following bones. First of all is the frontal. هذا frontal. Then the nasal bone. The lacrimal bone. The zygomatic bone. Greater wing of the sphenoid. Parietal bone. Temporal bone. Occipital bone and maxillary bone. And also the mandible. لا ننسى. هذه كل البونز كلها مكتوبة يمكم. اقبالكم شوفوها اللي موجودة بالنورما لاتراليس. When the skull is seen from the lateral aspect, you can see this area. هذه الأريه is the weakest area بالسكال. أسميها تريون. تريون ال B silent. It is an H shape. H shape شكلها مثل ال H. هذه H shape. It is the area where the parietal bones أو parietal bone, temporal, frontal and sphenoid come in contact. المكان شوفوا هذه مكان ملتقى الفرونتال بون والبرايتال بون والتمبرال والسفينويد، مكان التقائهم أسميه تريون. وطبعا يكون ويك، ليش ويك؟ لأن هي مكان التقاء عظام، يعني هي مو عظم واحد، لا مكان التقاء، فأكيد راح يصير ويك. أوكي، يعني أن تروما هنا يمكن ينكسر هذا المكان. دينجرس، ليش دينجرس؟ لأن تروما هنا راح تؤدي إلى كسر هذا المكان، وإذا كسرت إيش راح يصير؟ اللي راح يصير إنه behind this area بالداخل، بداخل السكال أكو artery نسميه middle meningeal artery، هذا إذا صار fracture بهذا المكان احتمال هذا الأثري ينضرب، فمن ينضرب الأثري أكيد راح يصير intracranial bleeding. أوكي؟ هذا هو المكان اللي سميناه تريون، وهذا بالضبط المكان اللي يشوف الارتري يمشي اسمه ميدل مننجيال ارتري. فاني تروما راح تسوي لي انجري للارتري، واحتمال يصير انتراكرينيال هامورج. So it is dangerous because of the presence of branches of middle meningeal artery behind it. يعني اذا سأل واحد ليش هي dangerous، مو قل له لانه هي weak، لا تقول له it is dangerous because، تقول it's a weak area and it is dangerous because of the presence of branches of middle meningeal artery behind it. So any trauma lead to injury to this artery and then an intracranial hemorrhage. Okay؟ يعني أي ضربة هنا راح تكسر لي العظم وتسوي لي injury لهذا الارتري، وأكيد راح يصير intracranial bleeding. يعني نزف داخلي داخل. اكو سوتشرز راح اشوفها من نورمال لاتراس، اللي راح اشوف جزء من الكورونال سوتشر، وراح اشوف السكويما سوتشر كله، وراح اشوف اللامدا سوتشر جزء منه الجزء الثاني بالجهه الثانيه. اوكي، بعد شنو اشوف؟ راح اشوف التمبورال لاينز سوبيرير اند انفيرير تمبورال لاينز بهذا المكان. اوكي، زايجوماتيك ارش هذه اللي هو ملتقى زايجوماتيك بروسيس اوف تمبورال والتمبرال بروسيس اوف زايغوما، راح تسوي لي وات از نون از زايغوماتيك ارش. هذه راح اشوف هذه الفتحة الاذن الخارجية external acoustic meatus، الماستويد بروسيس هذه. اوكي، الستايلد بروسيس اشوفه، اشوف هذه المنطقة اللي اسمها الاستريون. اذا اجي اشوف شنو الاستريون، هي المنطقة اللي يصير بيها meeting point of the three sutures between temporal bone البرايتال والتمبرال والاوكسيبيتال، ملتقى الثري بونز
أسميها أستريون. ملتقى البرايتال والفرونتال والسفينويد والتمبرال أسميها تريون، هذه أسميها أستريون، وهذه المنطقة الخضراء هي هذه، مو هذه، لأن هنا راح يمشي الميدل منينجيال آرتري. أوكي، بعدين راح أشوف الستالد بروسيس هذه، وراح أشوف هاي المنطقة، هذه أسميها تمبرال فوسة هنا، وهذه المنطقة شوية للأسفل أسميها إنفرا تمبرال فوسة، وهذه طبعا عندنا محاضرة عليها إن شاء الله نذكرها بالأيام القادمة. أوكي، فهذه الستركتشرز اللي راح أشوفها بالنورمال لاترالس. نجي للنورمال بيزالس. النورمال بيزالس يعني الأندر سيرفيس أوف ذا سكال سبليتس إنتو ثري بارتس. إحنا تذكرون من حكينا البيس أوف ذا أو الكرينيال كافيتي، قسمنا هذه البيس أوف ذا سكال إنتو أنتيريور كرينيال فوسا، ميدل كرينيال فوسا، وبوستيريور كرينيال فوسا للسهولة. هنا هم نفس الشيء راح نقسمها ثلاث أقسام، أنتيريور وميدل وبوستيريور. واضح؟ anterior وميدل وبوستيريور بارت، بس مو كرينيال فوسا، لا بارت. وطبعا راح نشوف الستركتشرز اللي موجوده بيها بكل بارت. هسه عندنا هذا الانتيريور بارت. بالانتيريور بارت شنو راح اشوف؟ there is an alveolar arch of the maxilla. هذا الالفيولار arch of the maxilla اللي يحمل لي التيث. اوكي، هذا هو الالفيولار arch. وراها راح اشوف هذا البلاتاين بروسيس اوف ماكزيلا، بلاتاين بروسيس اوف ماكزيلا اللي يكون لي ثلاث ارباع الهارد بلت. بوستيريور تو ات از دي هوريزونتال بليت اوف بلاتاين بون اللي يكون لي ربع الهارد بلت. بعدين بالانتيريور راح القى هذه الفورامين اللي اسميها انسيسيف فورامين، وهذه الانسيسيف فورامين ترانسميت ذا جريتر بلاتاين ارتي اند فين والنيزو بلاتاين نيرف. وطبعا سميناها انسيسيف لانه هي قريبه على الانسيزر تيث، هذه الانسيزر فسميناها انسيسيف. اوكي، عندنا انتيرير اند بوستيرير بلاتاين فورامين او اسميها جريتر اند ليسر بلاتاين فورامين، هذه اوكي هذه. واكو سوتشر هذه يسميه انتر بلاتاين سوتشر. هذه كل الستركتشر راح اشوفها بالانتيرير بارت اوف نورما بيزاليس. اوكي، this is the anterior part. The middle part هذا هو middle part. بالmiddle part راح أشوف the posterior border of the vomer. هذا الفومر. راح أشوف هاي الأريا أسميها pharyngeal tubercle اللي هي broad bar of bone a little in front of the foramina magnum اللي تصير أمام الفورامينا magnum. هذه أسميها pharyngeal tubercle. بعدين لاترالي ايش راح اشوف؟ راح اشوف هذه الاريا الخضراء اللي هي اسميها تريجويد بروسيس اللي بي 2 بليت، ميديال ان لاترال تريجويد بليت. اوكي، ميديال ان لاترال، هذا طبعا اكيد الميديال تريجويد بليت هذا، وهذا اللاترال تريجويد بليت. اند ايفري بليت هاز ا فري بوستيرير بوردر، كل واحد عنده هاي البوستيرير بوردر مالته راح تكون فري. اوكي، ذا ابر اند اوف ذا بوستيرير بوردر اوف ميديال تريجويد بليت includes a triangular depression referred to as scaphoid fossa. طبعا عندنا بين التو بليت اكو فوسة اسميها تريجويد فوسة، واكو فوسة ثانية اسميها scaphoid fossa. اوكي، فعندنا تريجويد فوسة وعندنا scaphoid fossa. انا هنا كاتبة بس scaphoid fossa، ان شاء الله اراويكم اياهم اثنينهم بالدرس العملي. هنا سمان بينات صغيرة اسميها scaphoid fossa والكبيرة اسميها تريجويد فوسة. اوكي، اللور اند هم مبين هنا بالميديال تريجويد بليت، ميديال تريجويد بليت بي اللور اند مالته بيها هوك لايك بروسيس مثل الهوك اسميه تريجويد هاميولاس بالميديال. اوكي، بعدين راح اشوف هذا الجريتر وينج اوف ذا سفينويد والفرامنة الموجودة بيها، هذا الاخضر اسميه تريجويد بروسيس اللي بي ميديال ولاترال تريجويد بليت، وبيناتهم اكو فوسة اسميها كبيرة اسميها تريجويد فوسة هذه، والصغيرة هذه المثلثة أسميها سكافويد فوسة. أوكي، وعندنا الميديال راح ينتهي بهوك لايك بروسيس، الميديال هذا أسميه ذي هاميولاس تريجويد هاميولاس مثل التعلاقة يعني. أوكي، وبعدين راح نشوف هذا الجريتر وينج أوف ذا سفينود والفرامنة الموجودة به. هذا بالنسبة للنورما بيزاليس، هذا الفيو. شوفوا هذا الفومر، هذا هو الفومر، وهذا الفرنجيال تيوبركل، وهذا راح يكون التريجويد بليت بروسيس.
وهذا الميديال تريجويد بليت وهذا اللاترال تريجويد بليت، واضح؟ وعندكم هذا الجريتر وينج اوف ذا سفينويد وهذه الفرامنة الموجودة به والفوسة. طبعا هذه الفوسة كبيرة اسميها تريجويد فوسة، وهذه الصغيرة اسميها سكافويد فوسة. هذه سكافويد فوسة وهذه الكبيرة راح تكون تريجويد فوسة. اوكي، هذا الفومر وهذا راح يكون الميديال تريجويد بليت وهذا اللاترال تريجويد بليت. اوكي، هذا الفرنجيال تيوبركل. اوكي، وهذه راح تكون سكافويد فوسة هذه، وهذه الكبيرة هذه طبعا مانديبولار فوسة. النورما بيزاليس الفيتشر اوف ذا بوستيريور بارت. اوكي، هسه خلينا نشوف البوستيريور بارت مال النورما بيزاليس. راح نقسمها قسمين، ميديان بارت، ميديان اللي هو يعني بالوسط، هذا الميديان بارت، ومنا راح يكون اللاترال، هذه هيك منا ومنا راح يكون اللاترال بارت. الميديان بارت راح اشوف بها الفورامينا ماجنم، وراح اشوف بها الكريست اللي سميتها اكسترنال اوكسيبيتال كريست، وراح اشوف الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرنس، واضح؟ هذا بالميدل بارت، بالميدل بارت او الميديان بارت. باللاترال هذا اللاترال، هاي منها جهة شي، هاي اللاترال، هذا كله لاترال. ايش راح اشوف؟ راح اشوف الاوكسيبيتال كوندايلز، هذه وحدة وهاي اثنين الكوندايلز اللي تستقر على الاطلس فيرتبرا، تسوي لي ارتكوليشن للاطلس فيرتبرا. وراح اشوف هذه، شوفوا هذا الواير الاحمر عبر كنال، هاي الكنال اسميها طبعا هذه هسه الفرامنة مقدم، هذه الكنال هذه الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيبرنس سوري، وهذه راح تكون الكريست والبروتيوبرنس. اوكي، هذه الكريست وهذه البروتيوبرنس، وعندنا هذه الاوكسيبيتال كوندايلز هذه. اوكي، هذه الهايبوغلوسال كنال اللي عبر بها الواير الاحمر اسميها هايبوغلوسال كنال، اللي صايره فوق الكوندايل. اوكي، وراها هذا الواير او هذه الواير الازرق، هذا المكان ورا الكوندايل اكو ديبرشن، هذا الديبرشن، الديبرشن بمنطقة اسميها كوندايلر فوسة، الكوندايلر فوسة بيها فورامين اسميها كوندايلر كنال، واضح؟ يعني فوسة اند كنال، هسا هذا الواير عبر بالكنال وهذا المنطقة هي اسمها كوندايلر فوسة. اوكي، وعندنا هذا الواير الاسود عبر بجوجلر فورامين اللي هي صايره بين البتروس بارت اوف ذا تمبورال بون وبين الاوكسيبيتال بون. اوكي، فجوجلر فورامين نسميها. وبعدين عندنا هذه النقطه الحمراء اللي هي ستايلوماستويد فورامين، اللي صايره ستايلوماستويد فورامين بين من وبين من، صايره بين الماستويد بروسيس وبين الستايلد بروسيس، صايره خلف الستايلد بروسيس وان فرونت اوف ماستويد بروسيس، صايره بيناتهم، فلهذا سميناها ستايلوماستويد فورامين. واكيد راح نشوف الماستويد بروسيس هذه والستايلود اللي هنا مكسور طبعا اللي صايره ان فرون. اوكي، فهذه الستركتشرز اللي راح اشوفها بالنورما بيزاليس. انا راح اعيدها، اول شيء راح اقسمها قسمين، قسم ميديان وقسم لاترال. الميديان هو الفورامينا ماجنم والاوكسيبيتال كريست اكسترنال والاكسترنال اوكسيبيتال بروتيبرنس، هذا الميديال، الميديان سوري. اللاترال شنو؟ اللاترال اول شي راح اشوف هاي الكوندايلز اسميها اوكسيبيتال كوندايلز، behind it there is a fossa known as condylar fossa وبيها كنال اسميها كوندايلر كنال. بعد راح اشوف هذا الواير عابر من كنال، الكنال اسميها هايبوغلوسال كنال، يعبر منها هايبوغلوسال نير. هذا الواير الاسود عابر بالجوجلر فورامين اللي صايره بين البتروس بارت اوف ذا تمبورال بون والاكسيبيتال بون. وبعدين راح القى هاي الفتحه الصغيره اللي صايره بين الماستود بروسيس هذه وبين الستايلد بروسيس، هذا المكسور هنا سموها على اسمهم اثنينهم ستايلوماستويد فورامين. اوكي، فهذه هي الستركتشرز اللي راح اشوفها بالنورما بيزاليس. اوكي، وقعدنا هذا السلايد الاخير اللي هو احنا شفنا السكال هسه مالت الهيومن، فراح نشوف اكو ديفرنس بين الميل اند فيميل سكال،
أول شيء الميل كرينيال ماس is more bulky and massive compared to the female which is more rounded and tapers at the top. طبعا من أجي أقارن السكال مالت الميل ويا الفيميل راح أشوف البلك مالت السكال الثيكنس الكتلة مالت العظم نفسها راح أشوفها تكون more thicker. اوكي وراح تكون طبعا هذا الفيرتكس مالته هنا راح يكون فلات بالفيميل يكون مور راوندد بقول هنا شوية راوندد هنا شوية فلات اوكي ننزل للسوبر سوبرا اوربيتال مارجن هذه سوبرا اوربيتال مارجن بالميل تكون شارب بينما تكون بالفيميل راوندد الفيميل تكون شارب وبالميل راح تكون راوندد اوكي بالميل تكون راوندد وبالفيميل شارب اوكي نجي للزيجوماتيك بون زيجوماتيك بون بالعكس بالميل يكون prominent يعني واضح بين أو بارز وبالفيميل راح يكون less okay أقل وضوح أو أقل بروز هذا زيجوماتيك بون وراء نجي للماندبل الماندبل إذا نجي هنا نباوع راح نشوف الماندبل بالميل راح يكون square shape بينما بالفيميل هنا راح يكون شوية rounded okay بعد شنو عندنا؟ عندنا السوبر سيلياري ارش اذا تتذكرون هذا السوبر سيلياري ارش مكان الحواجب يكون بروم يعني يكون برومننس بالميل ويكون ليس ان فيميل يعني اكثر وضوح يكون واكثر ثيكنس وين بالميل بينما بالفيميل يكون اقل واضح؟ هذه بالنسبة للديفرنس بتوين ذي ميل اند فيميل سكال هذا اخر سلايد محاضرتنا وان شاء الله نكمل بالمحاضرة القادمة the cranial cavity. شكرا جزيلا لكم.